تعلمت على التدخين، ومن التدخين بديت أتطور وأصعد بمراحل الانحراف من الطريق. هنا بدأ تغيير الحياة وبدأ مجرى هاي القصة كليتها تتغير. السلام عليكم، أنا علي البزاز، وبهاي القناة راح تلقون قصص ومشاكل لناس سووها بحياتهم، غلطات ارتكبوها أثرت على حياتهم أو دمرت حياتهم ودمرت حياة عوائلهم والناس المحيطة بيهم. والغاية من هاي القصص أنه هاي الناس بعد ما تعظت وتعلمت من غلطهم حبوا يشاركون تجاربهم ويا باقي الناس حتى لا يغلطون هاي الأغلاط، أو أي شخص ممكن في بداية مشوار الغلط يشوف هذه القصص ويتعلم من هذا الغلط ويتعظ منها ويبطل عنها. فتابعوا القصص الأخير، أتمنى أنه تستفادون من عدها، لأنه بالأول وبالأخير هي الغاية من هذا المحتوى هو فائدة الناس. لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة، مشاركة هذني الفيديوهات حتى نقدر نفيد أكبر عدد ممكن من الناس. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، خلينا نبلش. اسمي محمد، واليوم راح أشيل لكم قصتي شلون فتت بعالم المخدرات والتجارة بالمخدرات وقصة ترحيلي من السويد للعراق. في 2014 من دخلوا داعش للعراق تحديدا بالموصل، وأنا من سكنة الموصل، قرروا أهلي أنه يعفون العراق ويطلعون. بال 2015 من صارت هبة اللجوء والعالم كلها قامت تسافر، احنا عفنا العراق وطلعنا عن طريق تركيا والبحر والغابات والدول الأوروبية ووصلنا للسويد في سبيل انه نخلص من الحرب اللي موجودة بالعراق، وفي رؤية لأبويا انه هو مستقبل افضل لأولاده اللي هم اني وثلاث اخوان اصغر من عندي، ثلاث اخوان وخوات. من وصلنا للسويد كعادة هواية ناس اهلي ما قدروا يتأقلمون بالسويد هناك، لا قدروا يتعلمون اللغة، لا حبوا المجتمع هناك، لا الناس، لا الجو، لا البيئة، حسوا بأنهم غرباء هناك بشكل كل كبير. اللي استفاد من هاي النقلة من العراق للسويد أو من هاي الحياة الجديدة هو أكيد أني وأخوتي، بحكم أنه إحنا كنا صغار، وأول ما وصلنا لهناك مباشرة الحكومة دخلتنا بالمدارس، فانسجمنا ويا المجتمع اللي موجود هناك، عكس اهلي اللي ظلوا يعانون من موضوع اللغه والحد ما حصلوا الاوراق والاقامه وتلقى بيت والشغل وغيره وغيره، خصوصا يعني انه هاني اصلا امي اميه لا تعرف تقرا ولا تكتب، وابويا يعني يريد يشتغل هناك مثلا طيار مهندس، يعني همنا على قد حاله يعني من كان بالعراق، ويشتغل على اليوميه، يوم اكو شغل يجي وارد، ماكو شغل ما له وارد. ف أهلي نهائيا ما ارتاحوا بالسويد، ولا يعني خلاص ما عجبتهم الوضعية هناك يعني، بس كانوا جارعين المرار على أساس أنه إحنا اللي مرتاحين، إحنا اللي استفادينا. المهم عدت الأيام بالسويد وعدت السنين، اندمجت بالمجتمع، تعلمت لغة، عبرت مراحل دراسية هواية، صار عندي مجتمع وأصدقاء ومعارف وأطب وأطلع، واليوم حروح لفلان مكان وباشر حروح لفلان مكان، فصارت السويد بالنسبة إلي هي أصلاً بلدي الأساسي اللي أنا عايش بيه. حتى أعطيكم فكرة عن المكان اللي إحنا كنا ساكنين بيه، عبارة عن مجمع سكني، شارع بيه تقريباً 7-8 بنايات، كل بناية 20-25 طابق، وكل طابق بيه 10-15 شقة، فصار يعني عن مدينة صغيرة داخل شارع واحد. طبعاً هذني المكانات تكون واحدة من أتعس المكانات أو المناطق السكنية بالسويد أو حتى بأوروبا بشكل عام، يعني دائماً التجمعات الناس الفقيرة، تجمع العصابات والمدمنين تكون بهيك مكانات، يعني مكان كم خاع تعبروا بهالشكل، هيك أوصف لكم إياه. بداية انحرافي عن الطريق أنه بالمدرسة تعلمت على التدخين، ومن التدخين بديت أتطور وأصعد بمراحل الانحراف من الطريق، تدخين، حشيش، مخدرات، وصلت لمرحلة المخدرات وبسرعة. أنا مسيطر، أهلي ما عندهم أي فكرة عن الموضوع، أهلي ما عندهم أصلا أي فكرة عن الحياة، يعني غرقان ومشلب بقشاية، هيك مجرد وجودهم بالسويد الحياة صارت بشكل عام هي إلي والأخوتي مثل ما قلت لكم بالبداية. إدمان المخدرات مو بس هو ضياع صحتك، لا، إنما بداية الانحراف لهواية أشياء، لأنه طالب مدرسة أني ما عندي شغل، ما عندي دخل مادي، أهلي همينة ما عندهم ذاك الدخل المادي لأنه أبويا ما يشتغل، فعايشين على المساعدات من الدولة،
فاضطر انه اني احتاج فلوس على مود اغذي حاجتي ورغبتي بالمخدرات. بديت انه اتداين من هذا ومن ذاك ومن فلان، اليوم من صديقي، اليوم من فلان واحد من الجوارين، ما بقيت واحد ما اتداينت من عنده فلوس على مود اشتري من عنده مخدرات، لحد ما وصلت المرحلة انه نهائيا اي احد ما قام يقبل يدايني، وانا هيجي ما راح ارجع الفلوس، يعني مين اجيب الفلوس الدين وارجعه. وما كان همي انه شلون راح ارجع هاي الفلوس او سمعة اهلي او صحتي او الى اخره، همي الوحيد كان انه اني ارضي او ارغب اشبع رغبات نفسي بالمخدرات. لحد ما بمرة من المرات داينت مخدرات من الديلة نفسه، من تاجر المخدرات نفسه، يعني جيت عليه قلت له اني ما عندي فلوس وهيك وهيك الوضعية، وتعرف وصال ايش قد انا اتعامل وياك وما ادري شنو، لان هو طبعا يكون ضمن المنطقة السكنية، هاي البنايات اللي احنا عايشين بيها البلوكات. هنا انا هو استغل هاي الوضعية، واللي انا همينة بعدين راح استغلها وراح تشوفوها بنهاية القصة. وبما انه انتم وصلتوا لهذا الجزء من القصة، فاللي وصل لهنا انا خلي يكتب لي بالتعليقات انه هو وصل، وبالفيديو الجاي راح اختار 5 تعليقات واعرضهم بالفيديو. نرجع نكمل هسه. اخذت من عنده كالعادة المخدرات، انتشيت ارتاحت، وبعدين وراها لازم انطي الفلوس اللي يطلبني اياها. زين، الدين ويا اهل المخدرات مو مثلا انت تاخذ دين من تاجر، من ابو محل، من ابو اسواق، من صديقك، ممكن انه يتغاضى عن الموضوع، ممكن يظل يطالبك بيهن، وممكن يوصل مرحله يقول لك خلاص انه انا اقطع علاقتي بهذا الشخص وما اسوي اي تعامل وياه. ويا جماعه المخدرات لا، الوضع يختلف، والوضع اخطر جدا، لانه الموضوع يوصل الى تهديد الحياه. فتاجر المخدرات هذا من بعد عده محاولات، يلا وين الفلوس وما ادري شنو، وانا قمت اتهرب من عنده وانهزم واشوفه مثلا موجود بالشارع، اطلع على غير فرع بس في سبيل انه انهزم من عنده لانه ما عندي فلوس حتى انطيه. وبنفس الوقت انا همين محتاج، يعني جسمي دا يريد مخدرات، زين انا هاي لا عندي فلوس اجيب اشتري بيهن، ولا اعرف احد ممكن يدايني، او ما بقى احد يقبل انه يدايني، وظليت على هاي الحاله. يعني بقيت من اهلي مره مرتين يعني، بس مثل ما قلت لكم انتو يعني حاله اهلي يا دوب عايشين على المساعدات، المساعدات كيف في اكل وشرب وايجار، تدفع غازك وتدفئه البيت وخلص، هذا هو يعني، مو ذيك الاموال الطائله اللي تدفع لنا اياها الدوله. فكنت انه المساعدات او الفلوس اللي الدوله تدفع لنا اياها كنت اخذ من عندها واروح اشتري بيها همين مخدرات وحشيش، وما ادفع الايجار مثلا، ما ادفع الكهرباء، ما ادفع الغاز. قلت لكم اهلي كلهم يعرفون بهذا بخصوص هاي السوالف، هاي يمي انا اللي الحساب البنكي مال البيت يعني اللي هو باسم ابوي، يمي انا اللي اروح للبنك اطلع الفلوس، وانا اللي احول الايجار والكهرباء والضريبه و الى اخره. لحد ما بيوم من الايام هذا تاجر المخدرات اللي انا ماخذ من عنده بضاعه او ماخذ من عنده مخدرات وهو يطلبني فلوس، اجى اقترح علي اقتراح، انعرف انه انا ما راح اقدر اوفي له هذا المبلغ اللي هو يطلبني اياه، وعرف انه او بالاحرى انا عرفت انه نهايه هذا الموضوع راح يصير انه ممكن يعرض حياتي للخطر، لانه عصابه يعني شو تريد يسوي مثلا؟ ما راح يقول لك روح الله يسامحك ولو يلا وخلص، وهاي موضوع مساله مبدا عندهم، لانه اذا واحد اخذ من عندهم بضاعه ما انطاهم فلوس بمثابه انه ضحك عليهم، فحياتي يعني بدت انه تكون مهدده بالخطر. اجى علي كان يقول لي شو باوع، ليش ما تشتغل وياي؟ انطيك بضاعه وتبيعها، وبفلوس البيع انت الراتب خلينا نقول اللي راح يجيك من هاي العمليه انت تسدد بيه الدين، واذا تريد بعده وعجبك الموضوع انه تستمر تقدر تستمر ويانا همينا. فاكيد يعني ما يحتاج تعرفون عجبتني الفكره، او بالاحرى ما عندي غير مخرج انه افوت بهذا الدرب وياه. فتت بهذا الدرب وياه، وهنا بدأ تغيير الحياة وبدأ مجرى هاي القصة كليتها تتغير، من شخص يتداين على مود تكون عنده فلوس يروح يشتري بيها مخدرات، إلى شخص قام يتاجر بالمخدرات، قام يبيع. وصلت لمرحلة من الفرعنة أنه التاجر اللي جابني لهذا الدرب قمت أني أجيب له بضاعة وأبيع له، قمت أطلع برا السويد أروح لألمانيا أروح لهولندا أجيب بضاعة وأبيعها بالسويد. هذا الحكي يعني ترى عمري 19-20 سنة بهالحدود. يعني الشرطة بدأت تخلي عينها علي، ما أقول لكم لا، بس بنفس الوقت ما كانوا يقدرون يلزمون علي أي شيء، يعني كانوا يراقبوني، ممكن كانوا يوقفوني كسيطرة يعني يفتشون ما يلقون عندي فتشية، بس
من ورا الحائط من تحت الطاولة أنا شغال 100% ودا ألعب بالفلوس لعب، وأهلي ما عندهم أي فكرة عن هذا الموضوع. ابننا الصبح دا يطلع يروح للمدرسة، يطلع يلتقي ويا أصدقائه ويا جماعته، يخلص يطب للبيت اللي في راسه وينام. موضوع تجارة المخدرات ما يكون واحدة بس مخدرات، لا تصير بيه تطورات بعدين، مخدرات، حشيش، سلاح، تجارة بشر، تهريب يعني قصدي، بوك، سرقة، ابتزاز، وتوصل حتى مرات للقتل همينة وتصفية حسابات. هيك الموضوع كبير، وأنا كنت أفوت بيه، لا كان عندي خوف، لا كان عندي تفكير بأهلي، ما كان عندي بقد هيك شعراية أي تردد. أي شغلة كنت توفر لي فلوس ومخدرات كنت أفوت بيها، صبح أبيع بالليل مسطولاني، خلاص النقطة على سطر، هاي حياتي بهالشكل صارت. استمريت بهذا الدرب الأعوج اللي أنا مشيت بي، وقلت لكم ما كان هامني أي شيء نهائيا ولا كنت خايف من أي شيء، بس لكل بداية أكو نهاية، والنهاية كانت أنه بيوم من الأيام وأنا قاعد بالبيت والعائلة كلها موجودة ودا مارس حياتي الكذبية الطبيعية، طبوا علينا أكبر قوة شرطة بالسويد كلها. يعني شحكي لكم بالشارع اللي احنا بيه فالثلاثين أربعين سيارة شرطة قليل، حتى هليكوبترات طيروا فوق البيت، طبوا علينا يعني نطابق سادس كانت الشقة مالتنا، من البالكونة، من الباب، من الشبابيك، البيت تعبى شرطة، كلبشوني واخذوني لمركز الشرطة. وهنا بدت مرحلة التحقيق، وبدت هالمرة عند الشرطة كان اكو اثباتات، مراقبين التليفون، تحركاتي، الصور، اني دا اسلم بضاعة، اني دا اسلم فلوس، كل شيء متراقب وكل شيء محبوك هالمرة علي، والتهمة لابستني ما بيها اي مجال. الصدمة الكبيرة كانت عند اهلي اللي افتر راسهم 360 درجة، وهم ما يعرفون شنو اللي صار، جاب هذول الشرطة، ايش دخلهم هنا، ابننا شنو، مخدرات شنو، كل شيء ما يعرفون نهائيا. وكلوا محامي، انا قلت لكم يعني صدقوني يعني طلعت المسواق من البيت للسوبر ماركت، الاهلي الامي وابوي يروحون يجيبون مسواق ويجون، هذا بالنسبة لهم تعام بكالوريا يعني، بهالشكل الموضوع جدا صعب ومرهق، وما عندهم فكرة هم عن الوضعية هناك شلون صايرة. وكلوا محامي عن طريق اقاربنا همين اللي كان موجود، فالمحامي تفاهم ويا او وصل الفكرة الاهلي انه القضية لابستني تجارة مخدرات، بشر، ابتزاز، مدري شنو، وبيها بحدود 20-25 سنة سجن. فالحل الوحيد اللي يعني على مد انه اني لا افوت للسجن، المحامي اللي لازم القضية مالتي سوى صفقة ويا المدعي العام اللي كان لازم القضية، المدعي العام اللي يمثل خلينا نقول دولة السويد يعني. الاتفاق صار انه ما انسجن اني، بس اني وعائلتي نترحل للعراق، العفو نرجع للعراق ويندقلنا منع نهائي وخلص هذا هو يعني، نرجع كليتنا للعراق وممنوع بعد ندخل للسويد او حتى اتوقع للدول الاتحاد الاوروبي همينة. واكيد اهلي بدون اي تفكير بدون اي شيء قالوا ايه خلاص اوكي تمام واحنا موافقين، بس المهم انه يرجعون يعني نرجع انه اخلص من سالفة السجن. فاهلي كانوا موافقين على هذا الموضوع وخلاص، المهم انه انا ما ادخل للسجن، راح يعوفون الحياة اللي تأسست هنا بالسويد ونرجع للعراق مرة ثانية. طبعا كل هاي الهوسة والمحكمة والمدعي العام والتحقيقات والمدري شنو، اني لحد الان ما متصادم ويا اهلي ولا واحد حاج شوية ثاني بهذا الموضوع. يعني اوكي اهلي يجوني للسجن والتحقيقات ماشية بالموضوع، ما يجي ابوي مثلا يقول لي ليش هيك سويت، شلون هيك سويت، شنو اللي صار، لا نهائيا، بس مجرد انه المحامي هيك قال اتفقنا ويا المحامي راح نسوي هيك. ولحد الان ترى انا ما خايف ها، ولا متندم، ولا يعني الموضوع عندي كلش اعتيادي. ترحلنا من السويد، رجعنا للعراق ورجعنا للقرية اللي طلعنا من عندها بالموصل. من وصلنا لهناك البيوت متفلشة، الغراض مبيوقة، الوضعية كليتها متبهذلة. نعم داعش طلعوا من المنطقة يعني، بس بقت الدمار بقى موجود، تقدر تشوف الدمار بعينك. وهي هاي كانت الحجاية الوحيدة اللي قالها أبويا اللي غيرت مجرى حياتي 360
60 درجة وخلتني أحكي لكم هاي القصة على مود تتعظون من عدها. حكاية واحدة بس قالها أبويا، قال لي ابني أنت مو بس دمرت حياتك، لا دمرت حياة هاي الأسرة كليتها، أخوتك وخواتك اللي بنوا مستقبلهم هناك، طلعوا واستقروا وعاشوا غير حياة وعاشوا غير تعليم وغير نظام صحي وغير فرص، غير الفرص اللي موجودة هنا، خلصوا من الحرب والإرهاب والسياسة والوضع وإلى آخره. أنت بطيشك وبتهورك ولا أباليتك هدمت كل هاي الأشياء وحرمت أهلك من هاي الحياة اللي هم عايشيها، فتأثيرك وطيحان الحظ اللي أنت سويته ما كان مقتصر بس عليك، كان تأثيره على أهلك كليتهم. هاي الحكاية كانت بالنسبة لي هي الضربة القاضية اللي هي سويتش واشتغل، تغير عندي التفكير نهائيا. طبعا ما جاوبته، الندم وصل عندي إلى فد مراحل فضفاضة، يعني ما أقدر أنه أعبر عن الموضوع. التصرف الوحيد اللي قدرت أسوي أنه لحد هاي اللحظة اللي أنا دا سولف لكم بيها قصتي، أني ندمان وخجلان قبل لا أخجل من روحي، خجلان من أهلي، ولحد هاي اللحظة أني أشد وأشتغل مثل الحمار، والعفو على هاي الكلمة، في سبيل أنه أوفر جزء بسيط من الحياة الحلوة اللي كانوا عايشيها أهلي بالسويد عايشهم إياه بالعراق. من الصبح لليل أطلع أشتغل، شنو اللي لازم أوفره لهم أسويه، ومستحيل أوصل 10% من الرفاهية والحياة المستقبل الحلو اللي كانوا عايشيهما بالسويد. فلهذا ما أريد أنه أني بس أعوض عائلتي، لا أريد أفيد الناس والعالم أنه هذا الطريق يا ناس يا شباب أترجاكم، هذا الطريق نهايته والله العظيم مدمرة. وأنا قايلها بهواية فيديوهات أنه تأثير الشيء الموزين اللي أنت تسويه، الطريق الأعوج اللي أنت تفوت به، ما ينعكس سلبا بس عليك، لا راح ينعكس سلبا على أحد أفراد عائلتك، على أهلك همينة. ممكن تجيب لهم حكاية، ممكن تجيب لهم سمعة موزينة، ممكن تسوي فتفعل تأثيره، يعني توصل لمرحلة أن تخسر أحد من أهلك، أمك أبوك بسبب مرض وبسبب طيش، أحد يجي يقتلهم، أحد يجي يتعرض لهم إلى آخره. فهاي الغاية من هاي القصة، أتمنى أن تستفادون من عدها، وخصوصا الناس اللي تفكر تجي لأوروبا، لأنه الحياة بأوروبا هي فعلا المستقبل وفعلا حياة جديدة وفعلا فرص عمل ودراسة وضمان صحي وإلى آخره، بس بنفس الوقت فرص الضياع بها جدا عالية. فلهذا إذا أنتوا خالين في بالكم موضوع السفر والهجرة، خلوا هيك موضوع بحساباتكم وخليكم بعيدين كل البعد عن هذا الطريق الأعوج، لأنه صدقوني والله العظيم لو بعد 10-15-20 سنة مصيركم توقعون فد وقعة راح تدمركم وتدمر الناس اللي داير مدايركم. أتمنى أنه تعجبكم القصة وتستفادون من عدها، وأشوفكم قصة جديدة في أمان الله.